في ظل هذه الأزمة الأخيرة المشتعلة حاليا بين الروس والأوكرانيين وتداعيات هذه الحرب على الأزمة الاقتصادية أيضا لها تأثير كبير وخاصة على العراقيين في الداخل، نتحدث كيف لهذه الأزمة أن تؤثر على العراق في الداخل وهو بعيد في حدوده ولا يتدخل في هذه الحرب. نقول هنا التأثير سابقا كنا قد حذرنا منه، الأزمة الاقتصادية، هنالك ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بسبب أن الروس والأوكرانيين يمتلكون توفيرا كاملا واعتمادا لبعض الدول ومنها العراق، يعتمدون على الأوكرانيين بتوفير الحنطة وهنا أيضا وبعض المواد الغذائية، وهنا نتحدث عن أزمة ربما تلوح بالأفق خشية أن تؤثر هذه الحرب على إمدادات الحنطة إلى العراق، وهو ليس العراق وحده بل للعالم أجمع. هنا نتحدث أيضا عن مفردات البطاقة التموينية التي دائما ما تقول الحكومة بأنها توفر هذا الخزين الذي يعتمد على توفير مفردات البطاقة التموينية للعراقيين في وقت، هذه المفردات هي غائبة أصلا والعراقيون لا يأخذون منها أي شيء، وبالتالي فمن هو الذي سيدفع ثمن هذا الأمر؟ غلاء الأسعار السبب الأساسي أيضا والذي بدأ من هذا اليوم في بغداد وعدد من المحافظات العراقية بارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، الزيت والرز وغير ذلك. من المعني ومن المسؤول بضبط هذه الأمور وبضبط هذه التجارة بشكل كامل؟ هنا نتحدث عن دخول زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم بتغريدة له دعا الحكومة إلى 5 أسماء أو 5 نقاط، ربما هذه النقاط هي للحد من غلاء الأسعار، وذكر منها تعزيز مفردات البطاقة التموينية. إذن نتحدث هنا من سيتمكن من ضبط هذه الأزمة في العراق الجديدة؟